بدنا نعمل كلير بالكاسترد والفراولة، بدنا نص كوب مي، نص كوب حليب، 100 جرام زبدة، كوب طحين ورشة ملح وأربعة بيض. لكريمة الكاسترد بدنا كوبين من الحليب، ثلث كوب من السكر، أربع صفار بيض، بدنا فانيلا، ربع كوب من النشا، كوب كريمة مخفوقة، كريم شانتيه يعني، وكمان بدنا فراولة، وللوجه بدنا شوكولاتة بيضة مدوبة. طيب ايوه يا لولو، دلوقتي احنا حطينا هنا الميه، هنحط معاها الحليب، الميه والحليب على النار. أوكي. وهنحط معاهم الزبده، ميه وحليب وزبده، ميه وحليب و100 جرام زبده. اوكي، دول لازم نستنى عليهم لغايه ما لازم يعني لازم شويه، اللي حطيت رشه ملح انا مع الميه كمان. لازم ده يفك. بقولوا لي روان نعسانه ولا بردانه؟ لا فكرت بقولوا لي نعسانه. لا مش بردانه، لا كل شيء تمام. طيب سوري غدا. فدلوقتي احنا هنستنى بس على الزبده بتاعتنا انها تدوب. طيب دلوقتي هنحط، شلتها رفعتها من على النار. هحط كوبايه الطحين اللي عندنا. اوكي اهي، بحطها مره واحده مش بالتدريج ابدا، وبقلب لما بحس ان هي ابتدت تندمج كلها مع السوائل اللي عندي. هروح مرجعاها تاني شويه على النار. ايوه خلاص كده تمام. هروح موطيه النار خالص، بخليها اقل يعني مثلا هاديه جدا، وبرجع عليها دي وابتدي اقلبها لغايه بحس انها كلها ابتدت تتلم معايا لمه واحده. اهي ما بتاخدش وقت خالص، اهي خلاص لمت معانا. هنستنى بس ايه لغايه ما الاقي كده في قشره ابتدت تتكون هنا في قاع الطنجره بتاعتنا، علشان دي معناها ان الرطوبه الزياده اللي في العجينه بتاعتنا اتبخرت طلعت. ودلوقتي العجينه تبقى جاهزه ان احنا نشيلها من على النار. شايف اهي، شايفين اهي؟ خلاص شوفوا، شايفين القشره اللي ابتدت تبقى تحت دي؟ دي القشره دي معناها خلاص العجينه عندنا جاهزه. طب انا اقدر استعمل العجينه دلوقتي؟ لا، لازم العجينه بتاعتنا تبرد. طبعا، لان احنا هنحط عليها بيض. فعلشان هنحط بيض يبقى لازم العجينه تبقى عندنا بارده. صح، عشان ما يستوي البيض وما يزنخ. وبعدين ما بتبقيش عارفه القوام كمان هيبقى عامل ازاي. لان القوام هيبقى راني خالص كده علشان خاطر سخن. صح، ومعاليه سوائل البيض. صح. فدلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هجيب انا العجانه وهشغلها بالراحه خالص علشان خاطر تبرد لي العجينه. خلاص اوكي. بصي انا بس دلوقتي هعمل ايه؟ هخفق البيض اللي عندي. اوكي خلاص، فانا هخفقه علشان خاطر بيبقى اظبط لما نيجي نضيفه للعجينه. طبعا. حسين ونوس اكل. طيب عايزه اقول بس حاجه، مرات يعني ساعات بنحط اربع بيضات بس بيبقى البيض حجمه كبير. فبتيجي لمرحله بتلاقي انك انت مثلا اخر نص بيضه مثلا ما انتش قادره تحطيها لان العجينه كتير سابت منك. سائلة. فما ينفعش ان اخر مثلا جزء يبقى فاضل يبقى صفار، او اخر جزء فاضل يبقى بياض. فعشان كده احنا بنخفقها علشان خاطر يعني لو حصل ان احنا نقصنا من البيض ما نبقاش منقصين بياض او صفار. بالظبط، احنا بدنا ينزل البياض والصفار قد بعض. بالظبط. دلوقتي انا بضيف البيض. يلا. بالراحه. يعني بضيفه كانهم اربع بيضات، وكاني يعني هم اربع بيضات بس كاني بضيف بيضه بيضه. وبس الاقي ان الكميه اختفت اللي انا حطيتها. لازم تختفي خالص. اروح حاطه الكميه اللي بعديها. يا سلام. اوكي يا سلام يا سلام. كانه في كليره وقعت جوا. لا طيب هنحط الفاضل، بس خلينا نبص برضو كده وصلنا لاني مرحله. شايفين انا بلشت تصير سائل شوي. يعني معقوله. حلو. حلو بس شايفه بارده. رح تحتاج بارده. لسه هنحط. ولازم نتاكد من الاطراف. شايفه؟ ممتازه. بس انا البيض كان عندي كبير شويه. هحط نص الكميه اللي عندي دي ونشوف هنوصل لفين. اوكي يا غاده. تمام. طبعا
طيب يعني انا فضل عندي يمكن تلت بيضه اهو دول اللي ما حطيتهمش واعتقد ان احنا يعني بتهيألي مش هنعوزهم. طيب دلوقتي هنجهز كيس حلواني وصينيه، لازم نسيب مكان لان بتكبر بتكبر هينفش. صح، واحنا بنتحكم بقى في الحجم حسب ما احنا عايزين، يعني عايزينها اطول من كده، عايزينها ادخل من كده، عايزينها ب بقولي معايا ببايبنج يعني نحط تيب مزخرفه يعني بدل ما نطلعه ساده زي ما احنا عايزين. صح اوكي. عمر رواش بقول لك اكتبي اسمه. ما انا سامعاه سامعاه بدهاش ترد لدرجه انها طلعت سمعتك ها طنشتك خلاص هناخد بقى قد ايه باخد وقت بالفرن؟ بياخد تقريبا نص ساعة. بده نص ساعة؟ والله هنحطه على درجة حرارة 170 وبيقعد تقريبا نص ساعة. هنبتدي نحشي الكلير بتاعنا من تحت. اوكي ممكن كمان نقطعه كده ونحشيه وتبقى باينة الحشوة. بصير يعني زي ما احنا عايزين زي ما احنا عايزين. فدلوقتي هناخد كيس حلواني برضو. كيس الحلواني، كيس الحلواني لا غنى عنه في عالم الحلويات. طبعا بس تعرف كثير حبيت طريقه الكاسترد هاي اللي حكيتي عنها. سهله جدا، سهله وسريعه ولما بتعمليها كمان بالكريمه المخفوقه بتبقى كتير اخف ولذيذه. بتعرفي حتى للاهل يعملوها لاولادهم، يعني لو مش شرط يحشوها، يعني بيقدروا يعملوا كاسترد جاهز للاولاد فيها بيض وفيها حليب. شايفه احنا بس نقلب الكاسترد شويه بيرجع تاني املس خالص 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 خالص، بس عايز ايه تقليبه صغيره. شوفي اهو ابتدى اهو، شايفه زي كل ما بنقلبه كل ما بينعم اكتر. بس احنا عشان الوقت خلينا دلوقتي ناخد هنعمل ايه بقى، هناخد الكاسترد اللي عندنا وهناخد الاكلير بتاعنا وهنعمل زي خرم كده تحت، شايفه اتنين واحد هنا وواحد هنا كده، وناخد الكاسترد ونقصه بالشكل ده كده ونحط. طبعا هو يفضل يكون فيه تيب يعني طبعا عشان تدخليها لجوه. بالظبط، وبنحط ده جوه ونبتدي نحشيه. اهو شايفين بالشكل ده، ونحشي برضو من الناحيه الثانيه، نضغط 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 لغايه ما نلاقي انه ابتدى يدخل لجوه، يطلع من التجويف اللي احنا عملناه، معناها ان احنا مليناها صح. اوكي خلاص هو كده. وبعد كده هاخد بقى الشوكولاته اللي عندنا، ممكن نعمل شوكولاته بيضاء سايحه، وخليني اجيبها هنا بس اسقعي سخنه غدا. اهي شوكولاته بيضاء دي اللي روان افتكرت فيها اكلير دابت كاين الشوكولاته لسه. تمام دابت. هنعمل فيها ايه دلوقتي؟ هناخد الاكلير بتاعنا من الوش اللي احنا قلنا هنخليه هو فوق علشان يبان الاكلير مظبوط اكتر. هنعمل كده وبشيلها. تمام، وبنفضل نعمل كده لغاية ما صح كله يعمل. لو حسيت ان الاطراف عندي ابتدت تنزل بصباعي كده بنضف كل الاطراف الزيادات اللي نزلت لغاية ما يبقى عندنا الشكل ده. الزينة بقى بدعوا سبرينكلز، بدعوا بالظبط بدكم يا شوكليت. في ناس بيحبوا يحطوا كاكاو غادة يعني شوي. بس مش على الفراولة يمكن اذا مش فراولة لا اذا مش حاطين فراولة. لا انت رح تحطي فراولة صح؟ انا عايزة احط شوية فراولة. طيب. عايزة احط فراولة الصراحة وعندي هنا كريمة برضو حابة ان انا احطها برضو برضو في كريمة مع في كيس الحلواني برضو، ونحطها كده شويه على بصير على الوش. طيب هاي فكره
ونحط بقى الفراولة. بنقطع الفراولة كده وبنحطها بأي طريقة؟ في طريقة تانية، ممكن نقطع الإكلير من النص ونحط كريمة برضو بنعمل.